اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، وحتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا. للحديث اليوم عن ثقافة الاختلاف والأهمية متاعها، نذكركم الأبيات هذه هي للشاعر التونسي أنيس شوشان، اللي تحدث كثيرا عن الاختلاف ممكن في مسألة معينة، لكن الطرح متاعه النقدي لمسألة ثقافة الاختلاف والأهمية متاعها وعلاش تتفاقم في المجتمعات متاعنا، رغم أن ديننا الإسلام يوجهنا للتسامح وقبول الآخر. أحيانا نجم نتقبل الآخر، وفي البعض الآخر لا نتقبلهم. نحاول نحكي الاختلاف وإلا الخلاف على حسب البعض كيفاش يحلوه في هذا الإطار. عديد وعديد من الأرقام تطرح في هذا المجال حول مسألة الاختلاف. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ديما العبارة هذه ممكن ما نلقاوش الصدمة نتاعها الحقيقة في المجتمع التونسي، اللي يبعد كل البعد عن ثقافة الاختلاف وقبول الآخر المختلف عليه، خاصة أنه قدر الاختلاف في المجتمعات متاعنا ديما عنده مقاييس معينة ينجم يحيلنا للتأمل في بعض الصراعات، منها مختلف وجهات النظر كلكسوا سياسية فكرية بين كافة الأطياف، اللي ممكن ترجع بالأساس ملغزمون إلى عدم قبول الرأي المختلف ورفض كل شخص ينجم يحمل فكرة معينة. إذا كنت تحدثنا على الرأي فما بالك بمختلف الاختلافات في مختلف المجالات اللي نحاولوا نحكيوا عليها لليوم، واللي القضية ديما مطروحة كلكسوا في المجتمع التونسي وإلا مختلف المجتمعات، إن كانت عربية وإلا غير عربية. مفهوم ثقافة الاختلاف الطرح متاعه شنو معناها احترام الآخر وقت اللي نختلفوا معاه، شنو اللي ينقصنا باش نحولوا الخلاف اللي ديما مطروح في مختلف المجالات إلى اختلاف، وشنو المقاومات اللي لازمها تكون قائمة على المسألة هذه. هذا هو موضوعنا لليوم، ممكن موضوع ينجم يروه البعض، بعض منهم يروه فلسفي، بعض منهم كل واحد وجهة النظر متاعه، أما احنا باش نحاولوا ندخل معكم في الأعماق، خاصة قبول الآخر كيفاش نحاولوا نتعاملوا معاه، وخاصة نتعايشوا مع مختلف الظواهر اللي باش نحلل لكم حتى الظواهر على مستوى ولاية القيروان، إلى اللي مازلنا إلى حدود سنة 2023 مازلنا قاعدين مالوغوزمون نتعايشوا بها. وتو حتى بعد نعطيكم بعض الأرقام في هذا الإطار اللي تعتبر أرقام صادمة مالوغوزمون. الأستاذ فيصل الكعبي مختص ومعالج نفسي، مرحبا بك على موجات راديو الحياة فاهم، والحضور الدائم في مختلف المواضيع. اهلا وسهلا، مرحبا بك مريم، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات اين كان لونهم جنسهم ثقافتهم اعمارهم، مرحبا بالجميع. أكيد نرحبوا بالجميع. اليوم موضوع ممكن أستاذ فيصل موضوع مهم جدا، قبول الآخر كل سواء من ناحية الرأي، من ناحية الفكر، من ناحية التعامل الجنسي، اللي قلنا قبول الآخر مهما كان، هل أنه هي اليوم مش نحكيوا عليها ثقافة غائبة وسيطرة لفكر الإقصاء في مجتمعاتنا الحالية، وخاصة نحكيوا على المجتمع التونسي بصفة خاصة؟ والله موضوع يحزن كثير، لأنه سمعت كلمات الشاعر وأكيد عنده حق، لكن لسنا بالمجتمع الذي يوصم بهكذا في الأصل، لكن منذ الاستقلال وأنا نجم أقول لك نبين لك كيفناش أنه قاعدين نصنع في مجتمع عنصري، مجتمع يرفض الآخر، مش من طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان اجتماعية، هذا أفلاطون يقول la nature de l'homme c'est d'être politique. politique معناه سوسيال في المعنى الاجتماعي. طبيعة الإنسان أن يكون اجتماعيا. الآخر هو ضرورة للإنسان، وفي علم النفس فما دراسات في هذا الإطار، من غير الآخر لا يستطيع الإنسان أن يكون إنسان. تعرفوا الطفل، وهذا قلتها قداش مرة، الطفل لما يولد إذا ما يكونش في علاقة مع الآخر ينجم يخلي نفسه ينجر إلى الموت. هذا سبيتز أحد علماء النفس الأمريكان اكتشف هالمرض اسمه أوسبيتاليزم، اكتشفه في الخمسينات من القرن الماضي،
في رومانيا كانت هناك وفيات لأطفال قبل السنة واحدة من عمرهم، قبل ما يبلغوا السنة الأولى من عمرهم. وفيات كثيرة، مفكرين أنه يمكن القسم في البوبينيار، معناها في الكريش اللي موجودين فيه، مفكرين أن القسم فيه جراثيم أو فما جرثوم يدور يقتل يعمل وفيات أطفال. في النهاية اكتشفوا أنه في البوبينيار هذه اللي فاتلقى في 100 سرير، الانفيرميير الممرضة اللي معتنية بهم فما سبتة هابطة من السقف تعلق فيها البيبرون، وتعلق 100 بيبرون لأن ما عنديش وقت باش ترضع كل الأطفال، يتركوا نفسهم ينساقوا إلى الموت لأنه ما فماش حاضنة، ما فماش أم تأخذهم على بداها وتكون في علاقة مع أم يحس بالحرارة إذن ينساقوا، يتركوا نفسهم ينساقوا، وهذا موجود في كل المجتمعات. الصغيرة اللي ما يلقاش حضن يحتضنه ويكون في علاقة مع إنسان آخر ينجم ينساق أو يخلي نفسه ينساق إلى الموت. أريد أقول من هذا أنه الكائن الوحيد على الأرض اللي محتاج أن يكون في علاقة مع إنسان، مع فرد آخر، هو الإنسان. الحيوانات الأخرى تنجم تعيش اون جروب وتعيش الحياة المجتمعية، لكن ما فماش علاقات بينية بين الأفراد، بين أفراد كما الحصنة يعيشوا في مجتمعات، معناها جروب يعيشوا في مجموعة، فما حيوانات تعيش في المجموعات لكن لا ليس لها علاقات بالأفراد ببعض. إلا الكائن الإنساني محتاج أنه يكون في علاقة مع الآخر، أو الحاجة محتاج غذاء مادي الحليب والأكل باش ينمو، ولكن الإنسان محتاج إلى الغذاء النفسي. ما نسميته دائما الاعتراف، أن الأم كتنظر في عينين صغيرها ومازال لا يتكلم لها، كتنظر وتقول محلاه ولدي، يقول كل قرد في عينه مغزال. كل أم تقول ولدي مازينو، أزين واحد، أزين واحد. أي كلمة تثمن في الكلمة بتاعك راهو أستاذ فايز، لأنه الكلمات هذيك اللي تقولها الأم وهي ما وصلتنيش يضحك لي هذيك الصغير يمتصها ويكون به ذاته، وذاك اللي يخليه ينمو ويتشبث بالحياة وينمو في كي يكبر. إذا الإنسان محتاج إلى العلاقة مع الآخر باش ينمو باش يبقى في المجتمع. ثاني حاجة، هذه للنمو النفسي. ثاني حاجة، أمام كانت ضغوطات الطبيعة، المطر والريح، الإنسان محتاج أنه يتقي الحياة المفترسة. منذ بدايته الإنسان محتاج الآخر باش يتقي المخاطر. حتى اليوم في مجتمعنا اليوم إنسان محتاج، ما ينجمش يعيش وحده، لما يمرض، لما يتعب، لما أي مصاعب محتاج إلى العون. اليوم الزلازل اللي وقعت في تركيا، محتاج الإنسان أنه ناس خرين مش عايشين زلازل يبعثوا له المعونة، يبعثوا له المساعدة. عند الحيوانات ما بيقع زلزال ما ينتبهوش، ما فهمش ردة فعل. الإنسان عنده الوعي هذا ويجي يمد يد العون إلى الرابط الإنساني، الإنسان الآخر باش يتقي في الحروب، في الزلازل، في الكوارث المجتمعية. اليوم لما إنسان يمر في الطريق ومع مخاطر البركاجات، محتاج أنه المجتمع يرد الفعل ويكون يتضامن مع الضحية. يعني حبيت نقول أنه الآخر محتاجين يوميا، سواء كنا صغار باش نكبروا أو إحنا كبار باش نواجهوا الحياة المجتمعية باش نجموا نتعاونوا. ما نجمش إنسان اليوم يعيش في رأس جبل وحده، ما ينجمش حتى عقليا وذهنيا ونفسيا، يختل نفسيا. إذا نحب نقول أهمية وجود الآخر. هذه بالطبيعة علاش في مجتمع تونسي وصلنا إلى هذا؟ جوستومون هذا هو. فما منذ الاستقلال فما إرادة سياسية، سامحوني اختيار سياسي، لكن مثلا اول ما بدينا الاستقلال كان فما خطين، الخط اليوسفي والخط البورقيبي. الخط اليوسفي يقول انه متضامن مع الجزائر والمغرب، يقولوا وحدة المغرب العربي، وانه فرنسا مش تعطينا استقلالنا باش تنفرد بالجزائر وتحط قوتها الجزائر. اذا فما خط يقول الاستقلال يكون للمغرب العربي كله لان بلاد واحدة.
وما نقبلوش الاستقلال من الفراد هذاك باش وفما خط بورقيبة يقول لك لا احنا توانسة عن وتعرف من ذو الاستقلال ناكرين العروبة وناكرين الإسلام وأنه تونس قرطاج وتونس وحدنا فما العزلية منذ لتبرير هالاستقلال نغنيه لحد يومنا هذا ما زلنا نغنيه أن التوانسة أحسن ناس في الدنيا وأن قرطاجيين وأن أكبر تجار من أول العالم فما سياسة كاملة تحرض على الشوفينية هذه التونسية ما نجيش نستغرب اليوم كي نرفضوا الأخ لأنه هم ناس غذاو فينا هلا آخر مثال نعطيهولك وذاي من عامية بورقيبة الكرة وما تنميه من شوفينية ومن عنصرية مقيتة الغناية اللي هي من عامية بورقيبة في الاستادات يقولوا رابحين خاسرين مشكم مروحين مانيش مروح معناها أي ضيف يجيك للدار معناها يجيو من سوسة يجيو من أنا حضرت معارك بدائية العصور الأولى في حفوز فريق جاء من الفلاحة نذكر يلعب في كرة قدم مع فريق حفوز الدماء سالت يغنيولهم رابحين خاسرين مشكم مروحين معناها حتى ولو خاسرين الضيوف خاسرين يلزم الكار نتاعهم تتكسر فلا لازم معناها تصير حاجه اللي تعبر على يلزم يمحيوهم يقول لهم مشكم مروحين معناها يمحوا هل الكوره اللي شجعوها من أيام بورقيبه كان اللي كالترجي تكسر الكيران نتاع النجم الساحلي يقع عفو بورقيبه يعفو لانه كانهم ينميوا في الانسان التونسي رفض الاخر المختلف وتشجيع على العنصريه ولا اللي هي مساله الكره نورمال مختلفه لانه بالك فانيلا مختلفه معناها المريول اللي يلعب بيه هاي فما بالك اختلاف اللون واختلاف الجنس واختلاف فما ثقافه نمات عند التونسي العنصريه ورفض الاخر لانه مختلف شوي هذه الثقافه سياسه الدوله انا ندد بها من اللي أنا صغير أيه؟ يا أولاد الناس الرياضة مفروض تسامح أخلاق الرياضة أخلاق مش تكسير لحد يومنا هذا العنف الموجود في الرياضة يوم بلغ حدود لا يطيق أحد نقول كيفاش نماو في الإنسان التونسي رفض الآخر إذا مشنا مجتمع من طبيعتنا نماو فينا هلا وللأسف هذا هالنمو هذا نتاع العنصري هو السبب هو الرأسمالية زاد الغرب ينمي في الحكاية دي لأنه كما قلت لك دائما الرأسمالية سياستها الأول التضرر لاتوميزاسيون أنه في المجتمع ذي يلزم كل حلقة عائلية قبلية يلزم تتكسر يلزم الإنسان يكون منفرد وحده باش يسهل استغلاله هذا اليوم في الغرب العنصرية على قدم هم يتكلموا حقوق الإنسان مش متقامين أنا حضن الحضارة مش تقدم مادي الحضارة هي أخلاق اليوم الإنسان الأبيض فوق كل إنسان فوق كل إنسان لما تصير بالمئات الألاف في سوريا ملايين ماتوا ما يحسبوهمش بينما لو يموت أوروبي واحد تقوم الدنيا وما تقعدش والأخبار ونشرت الأخبار ما تتكلم كان عليه وإحنا اليوم نشوف نشرت الأخبار حتى في إذاعة الحياة منين نستقيوا نشراتنا الاخبارنا واخبارنا من لي زاجونس دو بريس العالميين وهذوكم يمارسوا في العنصريه في الاهتمام بالانسان الانسان ليس على مستوى واحد الفلبيني مش كيما الفرنساوي السنغالي مش كيما الايطالي يموتوا تو هاول المهاجرين يموتوا يوميا بالعشرات في البحر الانتوست شكون اليوم بركه والبارح 63 ماتوا على ضفاف ضفاف ايطاليا امشي لنشرات الاخبار وشوف قداش ياخذوا من الكلام هذا انا نقول اذا فما احنا في عالم مش في مجتمع تونسي باش ما نكونش العالم مبني على العنصر النظر العنصريه واحنا نحبوا نشبهوا للعالم ونحبوا نكونوا متحضرين اذا نمارسوا العنصريه اللي مارسوا العنصريه ضد اخواتنا اخوتنا نقولوا اخوتنا ونسطرها 100 سطر الافارقه لانه اخوه بمعنى الاخوه العائله الواحده اللي مارسوا العنصريه في تونس العاصمه
يفكروا رواحهم لهوليغان نتاع بريطانيا، يشبهوا لهوليغان، يلزم يمارس ضد العنصري ضد الافريقي، ما يعرفش انه الافريقي ذاك اخوه، وانه عندنا في الجنوب التونسي توانسة بشرة سمراء، وعندنا في القصيدة السودان ديجا القصيدة طبعا باش نخرج بها بعد بشوية، هي ديستيني هو الأسمر للأسمر البشرة، وهو كانت القصيدة هذه في إطار العنصرية اللي قاعد يتعرض لها في تونس، والتوانسة أصحاب البشرة السمراء اللي قاعدين يتعرضوا في العنصرية، ذيك علاش قام بالقصيدة هذه وبإلقاء هذه، وهذا باسم باسم التحضر والتمدن، وأنهم يشبهوا الهوليغان نتاع بريطانيا، معناه يستوردوا في الحضارة بسلبيتها وجهها البشع، يستوردوا فيها ومعتبرين روحهم متحضرين. انا نقول لا يموتون الى المجتمع التونسي، كما ذكرت انت مجتمعنا التونسي تغذى من الاسلام اللي ساوى بين الاعجمي والعربي، في رسولنا عليه الصلاه والسلام كان في صحابته الفارسي اللي قال الفارسي من اهل البيت باش يردوا من اهل بيته هو، معناها ينسبوا، فما بلال اسمر اللون، العروبه خارج الاسلام. انا نفتخر في اوروبا كلهم، انا افتخر بانتسابي للعروبه، لان العروبه ليست عنصريه، لان الميثولوجية الاساطير نتاعنا شكون نموذج الشجاعه؟ عنتر، عنتر اسود. شكون نموذج الكرم؟ الطاهي، حاتم الطاهي مسيحي. في الموسيقى زرياب يهودي. معناها احنا في العروبة اساطيرنا المرجعية متعددة الاجناس والديانات، ولا ما عندناش عنصرية. العربي السوداني عربي، واكبر جالية من الشعراء العرب، الشعر العربي اليوم اكبر عدد موجود من الشعراء العرب موجود في السودان وفي موريتانيا، معناها ذو البشرة السوداء. إذا العروبة، العروبة بعيد كل شيء إلا العنصرية. اليوم مسيحيين العرب اللي عملوا النهضة في القرن التاسع عشر والعشرين، الأدب العربي حنا الفخوري كلهم مسيحيين، هم اللي رفعوا الراية راية العروبة. إذا في العروبة ما عندناش يهودي ومسيحي ومسلم، في الإسلام نفس الشيء. إذا احنا نستقيو كمجتمع تونسي، نستقيو قيمنا من العروبة والإسلام اللي ما فيهاش عنصرية. إذا اللي يمارسوا في العنصرية لا يمتون إلى مجتمع أنا أمت، لا اعترف بهم انهم من مجتمعي. هذا هو اللي هو احنا ممكن مش نحكيو حتى على المجتمع التونسي فقط، مختلف المجتمعات. اما نلاحظوا سيد فيصل اللي الشخصيه المتوغله في الانا والتي هي محتكره للوجود لنفسها وقت اللي تقصي الاخر والا تقوم باستضعاف، هذا لانه اني قلت لك هذا قاعدين نصنع وننحتوا في شخصيه تونسيه بشعه، شخصية استهلاكية بالأساس. وانا قاعدين نعانيه اليوم، الواحد يحزن والكآبة تصير والأمراض النفسية الكل، لأنه نقص السكر، لأنه بينما أشياء ثانوية مش هي الأساس. سعادتنا مش مربوطة بالاستهلاك، سعادتنا مربوطة بالأمان والأمن والطمأنينة، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، بالقيمنا العربية الإسلامية اللي فيها الكرم. تلقى بيت فقير وتلقاه يكرمك بأحسن ما عنده. حاتم طاوي حاول يذبح حصان الباقي عنده، معناه باش يضيف الناس. احنا تربينا على والدي، ونذكر بيتي وكلكم بيوتكم تتذكروا كانت أمورنا الاقتصادية متوسطة، ولكن لما يجي ضيف يتمدوا العشاء، مش ولو ما تعشيناش مش مشكل، امي تقول لي مش مشكل، ضيف عندنا ضيف، ونقبلها كفكره انه تبجل الضيف. اذا الاخر تبجل الاخر، تبجل يؤثرون على انفسهم، نحطوا قصعه واحده ناكلوا فيها مش كل واحد وصحنه. احنا قاعدين نصنع في حضاره ونصنعه في التونسي مشوه، وضروري نفيق، ضروري، لانه للاسف هذا الفيرسون، هذا الجانب الاسود من انه نصنع امراض نفسيه لا حد لها، من الكآبه ومن الرداءه ومن التعاسه.
الانسان مهما كانت شهريته اليوم تلقاه النهار الكل يجري وتعيس ويخمم وحتى ولو شهريته زوز ملايين. لما نعلق عند بعض الاوساط الشعبيه انه والله يلزم الزياده في الاجور وكذا باش يسعد الانسان، لا يكذبوا يكذبوا، لانه مهما زادوا في الاجور التعاسه موجوده. انا مشني ضد زياده في الاجور، لكن نقول لو نعلق سعادتي بزياده الاجور ران قاعدين نسعد. السعاده مش في الاستهلاك، السعاده في الرضا والقبول والقناعه هذه اللي علمونا اياها قيم، فما قيم قاعدين يكنسوا فيها كانسان باش يقوقعوا الانسان، مش كدول يقوقعوه كافراد ويقوقعونا كدول. اليوم الازمه اللي في تونس مصطنعه من مصطنع الصناعه. ايوا احنا قلنا حتى في الاطار هذا استاذ فيصل باش نحكيو على ولايه القيرواني، مازلنا نعاني من بعض العنصريه في بعض كيلك سوا طريقه الكلام المناجيها جاي، مازلنا هذا باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل. انا كنت في البلديه ونسمع في في خطاب بعد مره هذا بلدي وهذا مش بلدي حشومه، صدقني تو نتحدث فيها ونحشم على روحي. اي جوستومون مازلنا في الى حدود حتى توا سنه 2023 مازلنا في مرض نفسي، هذه العقليات اللي مازلنا قاعدين نعاني فيها. وانت استاذ فيصل قلت ممكن من الاسباب الرئيسيه لهذه عدم قبول الاختلاف كلك في مجتمعنا التونسي ولا المجتمعات الاخرى، تدخل فيها الثقافه، تدخل فيها سياسه الدوله المنتهجه منذ الفقر القدم. الثقافي هو الثقافه نسبه للثقافه، فما فقر فقر في الشخصيه وفي الثقافه. الناس اللي يمشيوا هي حمايه لذاتهم، فاكرين انهم يحميوا في ذاتهم عندما يقصيوا الاخر يحميوا ذاتهم، وهي لانه فقير يعوض ما يعترف بفقره ويحاول يعالج هالجانب هذا الفقر الثقافي والفقر في الشخصيه، يظن انه كي يحارب الاخر يبعد النظر على 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 ذاته. فوالا زيد باش نعطيك بعض الارقام استاذ فيصل، اللي الاسره هي من اكثر البيئه اللي ما تحترمش مالوغوزمون حريه الاختلاف بين الافراد نتاعها، هذا حسب مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس في اخر الارقام الصادره. نذكرهم قاعدين نحكيو على الاختلاف، قبول الاخر، حكم الاختلاف في تونس، حكينا على ثقافه الاختلاف ممكن نوعا ما، معنى احترام الاخر كيفاش نجموا نحدوه، شنية المقاومات نتاعو، وخاصه شنو اللي ينقصنا باش نحولوا الخلاف الى اختلاف، على اعتبار انه رسولنا عليه الصلاه والسلام يقول الاختلاف رحمه. محلاها كلمه، محلاها شعار ان شاء الله يتبناه كل انسان. الاختلاف رحمه، معناها الاختلاف هي الاساس. لانه لو نجي واحد يشبه لي ما يضيف لي شيء، اللي يشبه لي عنده نفس الامكانيات نتاعي، شنو اللي يضيف لي في حياتي شيء هو المختلف. بالفرنساوي يقولوا لا ديفيرونس سي ان بلوس، الاختلاف هو 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 حاجه زياده، هو يضيف شيء. اذا الاختلاف رسولنا عليه الصلاه والسلام عندما يقول اختلاف رحمه، لانه في الاختلاف ننمو، في الاختلاف نصعد، في الاختلاف ضروري نرجع لديننا ونرجع لرسولنا ونرجع لعروبتنا ونرجع ونبني حضارتنا على قيم اخرى غير القيم الغربيه. هذيك علاش احنا نحبوا تدخلات الساده مستمعين في هذا الاطار، وهذه على حسب التحنينات وكل الاحداث اللي صايره في تونس والا حتى البلدان المغرب الجزائر وكل البلدان. حابين نحكيوا اليوم على الاختلاف، ثقافه هل هي قبول الراي الاخر، قبول الاختلاف هل انه ثقافه غايبه علينا والا موجود الاختلاف، والاختلاف لا يفسد للود قضيه، هل انه نتعامل بهذا الشعار والا لا. لا فما ناس تعرضوا للعنصرية سواء كان من هالبلاد حاملين الجنسية أو إخوان عايشين بيننا، من تعرض إلى فليتصل بنا. اليوم ضروري ويحكي لنا على تجربته، خاطر من المهم جدا كونه أن نعيش مع التجارب هذوما اللي بهم نبنيوا المواضيع نتاعنا الحقيقة، على خاطر فما شكون يحب يغطي عين الشمس بالغربة الأستاذ فيصل وما يحبش يوصل الصورة كما هي. العنصرية اللي قاعدين نحث عليها موجودة في تونس مالوغوزمون، حتى احنا في بعضنا أبناء الشعوب واللي قلنا في الإطار هذاك علاش خلينا نخرجوا بها. كلمة أخيرة هي عوض ما نقول العنصرية نقول مرض العنصرية، هو مرض على اعتبار انه مرض مرض العنصرية موجود في مجتمعنا.
موجود مالوغوزمون موجود حتى تو بعد مرض. دونك هذا هو تم تشخيصه من قبل الاخصائيين كمرض العنصريه. نحكي اليوم قبول الاختلاف. مرحبا في تليفوناتكم 70 035 120 77 288 289. يا ايها السيدات والساده وانتم يا اصحاب